السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. احبك في الله والله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. لو سمحت انا عندي استفسار. تفضل. العمل في مجال بيع العطور ومنتجات مستحضرات التجميل للنساء. لا بأس بذلك. مع العلم ان ممكن يكون الزبائن بتاعتي يعني ممكن سيدات ومتبرجات. الكلام ده او السبب ده كده في شو يا شيخ ولا لا؟ اسالك سؤالا. تفضل يا شيخ. هل زوجتك تتطيب وتتجمل لك ام لا؟ لي نعم. لك. طيب من اين ستشتري اذا اغلقت المحلات؟ من المتاجر زي كده. ها؟ من المتاجر زي كده. طيب إذا نقول لا بأس ببيع مستحضرات التجميل، وذلك لأن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة ألا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة كذلك. الله يسلمك.